المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد من أكبر المدن الرياضية في الشرق الأوسط، تضم استاداً دولياً بسعة 90,000 مشجع، تضم مجموعة متنوعة من الأندية الرياضية والاجتماعية مع عدة ملاعب، تضم مجمعاً يشتمل على 4 ملاعب خاصة بكرة القدم بالأبعاد القانونية المحددة، تضم ملاعب خماسية وملعباً لرياضة التنس، يوجد بها ملاعب مخصصة لرياضة الإسكواش والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الشاطئ.